أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين يستمر كلامنا في عرض الأمثلة من واقع سيرة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين التي تؤكد أن سيرة المعصومين صلوات الله عليهم كان فيها تعمد للنيل من الشخصيات ذات الرمزية المقدسة لدى بعض الطوائف الباطنة. المعصوم صلوات الله عليهم نعم كانوا يتعمدون النيل من الشخصيات ذات الرمزية المقدسة لدى بعض الطوائف الباطلة. نيلهم هذا النيل منهم كان يسهم في إسقاط اعتبار هذه الشخصيات وتحرير أتباع هذه الشخصيات من الانقياد الأعمى لهذه الشخصيات. كان هذا النيل يحررهم من هذا الانقياد الأعمى وإن بعد حين. إن هذا النيل هو عند الله تعالى عمل صالح يؤجر عليه، وإن كان ينطوي على إغاظة العدو كما قال سبحانه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. دققوا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هذا النيل هو عند الله تعالى عمل صالح يؤجر عليه، حتى إن كان ينطوي على إغاظة العدو. إغاظة العدو هنا مطلوبة. لنمضي إذن في عرض بقية الأمثلة. المثال الرابع وهو ما رواه أبو بكر الجوهري، وهذا من أعلام أهل الخلاف، وكذا روى هذه الرواية جمع كبير من الخاصة والعامة عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حين خطبت خطبتها الاحتجاجية العصماء ضد الطاغية أبي بكر بن أبي قحافة لعنة الله عليه. الخطبة الفدكية التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء في هذه الخطبة الشريفة قولها صلوات الله عليها وهي تخاطب الأنصار
إيهن بني قيلة أي هيهات يا أيها الأنصار، لأن الأنصار هم بنو قيلة نسبوا إلى أم لهم قديمة. إيهن بني قيلة أأهتضم تراث أبي وأنتم بمرأى ومسمع تبلغكم الدعوة ويشملكم الصوت؟ إلى أن تقول صلوات الله عليها: أفتأخرتم بعد الإقدام ونكصتم بعد الشدة وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم؟ فقاتلوا أئمة الكفر. هكذا تقول الزهرة صلوات الله عليها: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ما هو شاهدنا هنا؟ شاهدنا هنا أن الزهراء أرواحنا فداها نالت من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وأضرابهم ممن تآمروا على اغتصاب الخلافة، نالت منهم حين وصفتهم بأنهم أئمة الكفر، أئمة الكفر الذين يجب محاربتهم وقتالهم. نيل الزهراء صلوات الله عليها من هؤلاء الرموز كان على رؤوس الأشهاد في المسجد النبوي الشريف بهذه الصراحة وبهذه القوة الفاطمية. نطقت مولاتنا الزهراء بالحق وأعلنت الثورة على هؤلاء الظالمين أئمة الكفر، وكذلك فعل مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كذلك فعل كما نراه في هذا المثال الثاني، وهو المثال الخامس من الأمثلة التي نعرضها في هذا السياق. روى شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف خطبة شريفة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. كان أمير المؤمنين قد خطب بهذه الخطبة بعد جمعه للقرآن الحكيم، خطب عليه السلام بهذه الخطبة أيضا على رؤوس المهاجرين والأنصار في المسجد النبوي الشريف بعد أيام قلائل من قيام حكومة أبي بكر وعمر بعد انقلاب السقيفة الأسود. الرواية هي عن إمامنا وسيدنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. الباقر هو الذي روى هذه الخطبة الشريفة وأمر جابر بن يزيد الجعفي أن يبلغ هذه الخطبة للناس حيث انتهت به راحلته، أن يبلغ هذه الخطبة أو يبلغ هذه الخطبة للناس حيث انتهت به راحلته، أي لكل مكان يمكن أن يصل إليه. هكذا حث الباقر عليه السلام جابرا على أن يبلغ هذه الخطبة، وهذا كاشف عن مدى شدة اهتمام الأئمة صلوات الله عليهم بهذه الخطبة ومضامينها. ماذا تسمى هذه الخطبة؟ تسمى خطبة الوسيلة، هي خطبة مطولة
شاهدنا فيها هو ما جاء من قول أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي بكر وعمر. قال صلوات الله عليه: ولئن تقمصها دوني الأشقيان ونازعاني فيما ليس لهما بحق وركباها ضلالة واعتقداها جهالة فلبئس ما عليه وردا ولبئس ما لأنفسهما مهدا يتلاعنان في دورهما ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فيجيبه الأشقى على رثوثة أي على سوء حال بسبب العذاب على حال رثة على حال نتنة فيجيبه الأشقى على رثوثة يا ليتني لم أتخذك خليلا لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فأنا الذكر الذي عنه ضل والسبيل الذي عنه مال والإيمان الذي به كفر والقرآن الذي إياه هجر والدين الذي به كذب والصراط الذي عنه نكب ولئن رتعا في الحطام المنصرم والغرور المنقطع وكانا منه على شفا حفرة من النار لهما على شر ورود في أخيب وفود وألعن مورود يتصارخان باللعنة ويتناعقان بالحسرة ما لهما من راحة ولا عن عذابهما من مندوحة. الخطبة مطولة إلى أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة: رجعوا على الأعقاب وانتكصوا على الأدبار وطلبوا بالأوتار وأظهروا الكتائب وردموا الباب وفلوا الديار وغيروا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله ورغبوا عن أحكامه وبعدوا من أنواره واستبدلوا بمستخلفه أي بخليفته واستبدلوا بمستخلفه بديلا اتخذوه وكانوا ظالمين وزعموا أن من اختاروا من آل أبي قحافة أولى بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله ممن اختار رسول الله صلى الله عليه وآله لمقامه وأن مهاجر آل أبي قحافة خير من المهاجري الأنصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف ألا وإن أول شهادة زور وقعت في الإسلام شهادتهم أن صاحبهم مستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله شهادتهم أن صاحبهم أبو بكر مستخلف أي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أول شهادة زور وقعت في الإسلام لا تلك الشهادة التي شهد بها أمام عائشة أن هذه الكلاب ليست كلاب الحوأب أول شهادة زور وقعت في الإسلام شهادتهم أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الخطبة الشريفة التي اقتطعنا منها هذا المقطع.
التفتوا أيها الأخوة، التفتوا هنا إلى أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد فرى أبا بكر وعمر بلسانه، فراهما بلسانه، وكان ذلك أمام جميع الناس، وفيهم أنصار أبي بكر وعمر وأشياع أبي بكر وعمر. هذا إن لم يكن أبو بكر وعمر أنفسهما متواجدين مع هؤلاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يلقي أمير المؤمنين عليه السلام خطبته هذه. ماذا صنع أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الكلمات الحادة؟ نال من أبي بكر وعمر أشد النيل، وصفهما بالأشقيين، ولئن تقمصها دوني الأشقيان، وأيضا صرح بضلالتهما وجهالتهما وأنهما سيتلاعنان في النار على رثوثة، أي على بشاعة، على قبح منظر. لماذا؟ بسبب عذاب النار الذي يجعل هيئتهما أقبح هيئة. وقال عنهما أنهما يتصارخان باللعنة، وقبل ذلك قال ولئن رتعا في الحطام المنصرم، رتعا في الحطام المنصرم. أتعلمون ما معنى هذا؟ هذا تشبيه لهما بالبهائم أجلكم الله، البهائم التي ترتع في الحطام، أي التبن، كناية عن حطام الدنيا. شبههما بالبهائم التي ترتع في التبن، في الحطام، حطام الدنيا. ثم يقول أنهما كانا منه على شفا حفرة من النار، لهما على شر ورود في أخيب وفود وألعن مورود، يتصارخان باللعنة ويتناعقان بالحسرة. هذا تشبيه لهما بغرابين يتناعقان، إلى آخر كلمات أمير المؤمنين عليه السلام القاسية على أبي بكر. لا يخفى على أحد ما تحمله هذه الكلمات من تحقير وتسفيه، مع أن أبا بكر وعمر كانا ولا يزالا شخصيتين عظيمتين محترمتين عند أنصارهما على الأقل. مع ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يعبأ بذلك، لم يجعل لهم احتراما، وكذلك نحن لا ينبغي أن نجعل لهما أو لغيرهما من أئمة الباطل احتراما. فالذين يزعمون اليوم أن علينا احترام رموز الآخرين لمجرد أنها رموز محترمة لدى الآخرين، هؤلاء قطعا خارجون عن منهاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. المثال السادس، وهو ما رواه شيخنا الكليني وشيخنا الحلبي أبو الصلاح الحلبي وشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه وغيرهم من الأعلام، رووا عن إمامنا
أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أن أمير المؤمنين عليه السلام لما بويع بعد مقتل عثمان صعد أمير المؤمنين المنبر فخطب خطبة عظيمة. جاء في هذه الخطبة قوله عليه السلام: وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا، يعني في أقوى حالات الأمن التي كانوا عليها، مع ذلك الله عز وجل قتله أهلكه. وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا، وأمات هامان، وأهلك فرعون، وقد قتل عثمان. ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله. إلى أن يقول عليه السلام في خطبته الشريفة: وقد سبقني إلى هذا الأمر من لم أشركه فيه، ومن لم أهبه له، ومن ليست له منه نوبة إلا بنبي يبعث، ألا ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، أشرف منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الضمير هنا يرجع إلى، أو المعني هنا بهذه العبارة، هو من سبقه في هذا الأمر وليس له منه نوبة إلا بنبي يبعث. هذا الذي سبقه هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أشرف منه من فعله هذا على شفا طرف جرف هار، أي رخو يكاد ماذا أن ينهار به، شفا على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. حق وباطل، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، حق وباطل، ولكل أهل، فلئن أمر الباطل لقديما فعل. لئن أمر، أي لئن كثر الباطل لقديما فعل. عادة ما يكون الباطل وأهله أكثر من الحق وأهله. من يمثل الباطل يكون أكثر ممن يمثل الحق، وإن تلبس أهل الباطل بلباس أو بلبوس الحق. حق وباطل ولكل أهل، فلئن أمر الباطل لقديما فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل، ولئن قل الحق ربما يقل، ولعل أي ولعله يعود ثانية فيصبح هو الغالب، بمعنى أن أهله يصبحون هم الأكثرية على أهل الباطل، لكن ذلك لا يكون إلا على نحو لعل، بمعنى أن القاعدة أو العادة هو أن يكون أهل الباطل أكثر من أهل الحق. الاستثناء هو في أن يكون أهل الحق أكثر من أهل الباطل. ولئن قل الحق فلربما ولعل، ولقلما أدبر شيء فأقبل، ولئن رد عليكم أمركم أنكم سعداء، وما علي إلا الجهد، وإني لأخشى أن تكونوا على فترة ملتم عني ميلة كنتم فيها عندي غير محمودي الرأي،
وَلَوْ أَشَاءُ لَقُلْتُ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ لَوْ أَشَاءُ أَنْ أُسْقِطَ حَقِّ الشَّخْصِ فِي التَّظَلُّمِ مِمَّنْ سَبَقَنِي لَقُلْتُ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ولكن الأمر لا يتوقف عند حدود القضية الشخصية. ما كان بين علي أمير المؤمنين عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان لم يكن قضية شخصية، وإنما هي قضية حق وباطل. ولذا لا تمكن من أن أقول عفى الله عما سلف إسقاطا للحق الشخصي في التظلم، لأن المهم هو تبصير الأمة وإيقافها على حقيقة هؤلاء حتى لا تعتقد إمامة من لم يجعله الله إماما فتضل ويضل بها. لهذا لو أشاء لقلت عفى الله عما سلف، لكن حيث أن الأمر يقتضي البيان تبيين أن هؤلاء المتقدمين علي كانوا ظالمين ولا يحل لكم الاعتقاد بإمامتهم، فلا بد لي أن أبين. وهذا ما يفسر أن أمير المؤمنين عليه السلام أكمل وبين وأوقف مخاطبيه، أي الذين خاطبهم، على حقيقة أن من سبقه كانوا ظلمه. قال عليه السلام: ولو أشاء لقلت عفى الله عما سلف سبق فيه الرجلان. سبق في ماذا؟ في الذي قال أمير المؤمنين عليه السلام: سبقني إلى هذا الأمر من لم أشركه فيه، ومن لم أهبه له، ومن ليست له منه نوبة. سبق فيه الرجلان. وقام الثالث كالغراب همه بطنه، ويله لو قص جناحا وقطع رأسه كان خيرا له، شغل عن الجنة والنار أمامه. لا يتأتى لأحد أن يجادل في أن ما نطق به أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة الشريفة كان فيه من الذم والتحقير لأبي بكر وعمر وعثمان ما لا يخفى. لقد شبه عليه السلام أبا بكر بهامان، وشبه عمر بفرعون، كما بينه الشيخ أبو الصلاح الحلبي والعلامة المجلسي رضوان الله عليهما في تعليقتيهما على هذه الخطبة في كتابيهما تقريب المعارف وبحار الأنوار. وعلى كل حال، إنه عليه السلام بعدما صرح بأن الله تعالى قتل عثمان، قال: وقد قتل الله عثمان. بعدما صرح أمير المؤمنين عليه السلام بذلك، عاد فأكد على أن الرجلين قبله كانا ظالمين، سبقا في الظلم، وأخذا هذا الأمر، أي الخلافة، أخذاها دون أن يهبها لهما أو يشركهما فيها. هو صاحب الحق الذي نصبه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. فإذا لا يتأتى لهما أن يتأمرا على الناس أو يأخذا نصيبا من الإمرة على المؤمنين إلا بأن يزعما أن هنالك نبيا جديدا قد بعث وقد نصبهما في هذا المقام. ألا ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، أي لا حق لهما لأنه لم يبعث نبي، إنما النبي نصبني أنا.
وأنا صاحب الحق لم أشركهما فيه لم أجعل لهما فيه منه نصيبا. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام نال من عثمان بن عفان لعنة الله عليه شبهه بالغراب الذي همه بطنه، ويله لو قص جناحاه وقطع رأسه كان خيرا له. يعني لو كان قد أصيب بشلل قص جناحاه فأصبح عاجز مشلول، لو أصيب بشلل أو أصيب بعجز أو حتى لو قتل وقطع رأسه، حتى لو قتل لكان خيرا له من أن يلي هذا الأمر والخلاف، لأنه إذ ذاك إنما يخسر دنياه ولا يخسر آخرته. إن قص جناحاه وقطع رأسه يخسر بدنه، يخسر حياته الدنيوية، أما تبقى آخرته لا يخسرها. أما وقد أخذ الأمر والخلافة التي لم يجعل له فيها نصيب شرعا فقد خسر آخرته أيضا. وصل الشقي إلى السلطة وماذا حصل؟ وشغل عن الجنة والنار أمامه، شغل عن الجنة وذهب إلى النار. أين قال أمير المؤمنين عليه السلام هذا الكلام؟ ومتى قال هذا الكلام؟ لقد قال هذا الكلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، جميع الناس كانوا يسمعونه وهو يثلب أبا بكر وعمر وعثمان ويصرح بظلمهم ويؤكد أن مآلهم النار وبئس المصير. قال أمير المؤمنين هذا الكلام وقد قتل عثمان للتو، ولربما لم تكن جيفة عثمان قد دفنت بعد، لأن دفنه قد تأخر 3 أيام كما هو معلوم. هذا يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا الكلام وحرارة قتل عثمان لم تبرد بعد في قلوب محبيه وأشياعه الذين يعتبرونه رمزا من رموزه. ما دام الكلام قد وصل إلى عثمان، فدعونا أيها الإخوة نورد مثالين آخرين لنيل أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الرجل أشد النيل. المثال الأول وهو على ترتيبنا يكون المثال السابع، هذا المثال في نفس الخطبة الشقشقية المشهورة التي نجدها في نهج البلاغة الشريف. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية واصفا حال عثمان بن عفان، ولعلكم تحفظون هذا المقطع، قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. لكم أتأسف أيها الإخوة، لكم أتأسف من أن بعض الخطباء ينقلون هذه الخطبة الشريفة على المنابر دون إيقاف الناس على المعاني الحقيقية فيها. لو أنهم فعلوا ذلك لزال كثير من الأوهام التي تدفع بعض المؤمنين إلى الاعتراض على منهج النيل من رموز الآخرين، ولعله حتى لا يترك بعض المؤمنين اعتراضهم علينا، فإن بعض الخطباء لا يفسرون بصراحة
ما جاء في هذه الخطبة الشريفة وأمثالها، ويؤثرون المرور عليها بلا تفسير، لأنهم إن فسروها وأوقفوا الناس على المعاني الحقيقية الواردة فيها فسيزول كل وهم في أذهانهم من أنه لا يجوز القدح أو النيل من رموز الآخرين. إن أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية، فضلا عن نيله من أبي بكر وعمر، نال من عثمان بن عفان في خطبته بأحد لسان، بما يصل إلى حد الشتم الصريح، وصفه أولا بأنه كان نافجا حضنيه. الحضن هو ما بين الإبط والكشح، هاي المنطق، نافجا بمعنى رافعا، فهكذا يكون، هذه كناية عن المتكبر. المتكبر والمغرور يقال له جاء نافجا حضنيه، هكذا، أي متكبرا. هذا معنى. المعنى الآخر المحتمل أنه كان ينفج حضنيه، يرفع حضنيه من شدة امتلاء بطنه من الحرام، لأن عثمان كان على هذه الصفة أيضا، يأكل كثيرا حتى امتلأ بطنه من الحرام، وهذا ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة السابقة التي خطب بها حين قتل عثمان، مر معنا، وقام الثالث كالغراب همه بطنه، فقط هيا يأكل، ملأ بطنه من الحرام. وكان أيضا عثمان متكبرا مغرورا كما ذكره جمع من أهل السير من الفريقين، معروف مواقفه في هذا الشأن، معروفة المواقف. على أي حال، إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكتفي ببيان أن الرجل كان متكبرا أو قد امتلأ بطنه من الحرام، وإنما أضاف إلى ذلك وصفا تحقيريا لعثمان لا نكاد نجد له نظيرا في بلاغته، وهو قوله عليه السلام بين نثيله ومعتلفه. أتعلمون أيها الإخوة ما هو النثيل؟ إنه الروث، الروث غائط الدواب والحيوانات أجلكم الله. أما المعتلف بين نثيله ومعتلفه، المعتلف معروف موضع العلف. أتعلمون ما يعنيه أمير المؤمنين عليه السلام في استخدامه هذه العبارة في حق عثمان؟ إنه يعني أن عثمان كان كالحيوان، الحيوان القذر، لا هم له إلا أن يأكل ويأكل ثم يتغوط في مكانه، فينتشر الغائط من حوله ولا يبرح مكانه، تماما كالدواب، تماما كالدواب. الدواب تأكل في مكانها وتتغوط في نفس المكان حتى ينتشر غائطها حولها، وهي لا تزال تأكل وتتعلف. فصار عثمان بين نفيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه، يعني بنو أمية، يخضمون يأكلون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. هل نجد نيلا أشد من هذا؟ هل نجد تحقيرا أشد من هذا؟ هل نجد شتما أشد من هذا؟ هكذا نطق أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حق عثمان، عثمان الذي يعتبر الثالث القوم، وجاء ثالث القوم، ثالث القوم يعني ثالث الشخصيات المقدسة لدى أهل الخلاف، مع ذلك لم يبالي أمير المؤمنين عليه السلام لا بأهله
ولا عشيرته ولا بأنصاره ولا بمحبيه، ولم يبالي بالحكم الموالي له القائم في الشام آنذاك بقيادة معاوية لعنه الله، لم يبالي أمير المؤمنين عليه السلام بكل هذا، وأنزل صواعقه الكلامية واللسانية على رأس عثمان لعنة الله. هذا مثال. ولننتقل إلى المثال الثامن، وهو أيضا يتعلق بعثمان كما وعدنا. هذا المثال رواية الثقفي صاحب الغارات وابن أبي الحديد المعتزلي صاحب شرح النهج وغيرهما، روى هؤلاء رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب على منبر الكوفة محرضا الناس على قتال معاوية وجنده لعنة الله عليه. ومن المعلوم أن معاوية إنما كان يقاتل تحت أي شعار؟ كان يقاتل تحت شعار الثأر لدم من هو عند القوم الخليفة المظلوم، الشهيد المظلوم، أمير المؤمنين الشهيد الخليفة المظلوم عثمان بن عفان لعنة الله عليه. ماذا كان يقول أمير المؤمنين عليه السلام في تحريضه الناس على قتال معاوية؟ لنقرأ الرواية، وهي عن قيس بن أبي حازم يقول: سمعت عليا يقول: يا معشر المسلمين، يا أبناء المهاجرين، انفروا إلى أئمة الكفر وبقية الأحزاب وأولياء الشيطان، انفروا إلى من يقاتل على دم حمال الخطايا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. لاحظوا هنا الصراحة الشديدة من أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الطاغية عثمان. عثمان الذي هو عند الطائفة الأخرى الخليفة الراشد ذو النورين الشهيد المظلوم، عثمان هذا هو عند أمير المؤمنين عليه السلام حمال الخطايا، حمال الخطايا. يصفه أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الوصف على الملأ، ويضيف إليه أنه يحمل خطاياهم أي خطايا أتباعه ومحبيه إلى يوم القيامة، فهو إذن غارق في المعاصي والخطايا، وبذا يكون مآله ومآل أتباعه إلى جهنم وبئس المصير. يحمل خطاياهم ولا ينقص من أوزارهم شيئا، يعني الخطايا عليه وعليهم، إلا أنه هو يحمل خطاياهم أيضا فيتقاسم معهم في تلك الخطايا، تسجل عليه ثم تسجل عليهم أيضا، حمال الخطايا عثمان إلى جهنم وبئس المصير. أما معاوية وعمر بن العاص وأبا الأعور السلمي ومن أشبه من الطالبين بثارات عثمان، فهؤلاء عند أمير المؤمنين عليه السلام ماذا؟ أئمة الكفر وبقية الأحزاب وأولياء الشيطان. يطعن أمير المؤمنين عليه السلام في عثمان
بهذه الحدة في وقت كانت المشاعر فيه ملتهبة إلى أقصى حد، كانت الأمة منقسمة إلى قسمين تخوض حروبا أهلية. بسبب ماذا؟ بسبب أن طائفة منها كانت مفتونة بعثمان، عثمان الذي صور لها كشيخ صالح مؤمن مظلوم قتل وهو يقرأ القرآن. يا الله، كان الناس في الشام مثلا يتبركون بقميص عثمان الذي سالت عليه دماؤه، وكانوا يبكونه ليلا ونهار، وصار عثمان في قلوبهم أعظم رمز مقدس. كانوا يعقدون المجالس العثمانية في ندبه ورثائه والبكاء عليه، كما يعقد المسلمون المجالس الحسينية في رثاء سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله عليهم. أي أنهم كانوا يعتقدون في عثمان ويتعلقون عاطفيا وقلبيا واعتقاديا بعثمان، كما يعتقد المسلمون اليوم بالحسين عليه السلام ويرتبطون به عاطفيا. كان رمزا ذا شأن عنده. مع هذا نال منه أمير المؤمنين عليه السلام أعظم النيل، وسماه حمال الخطايا. فما ظنك بأولئك الذين كانوا يعشقون عثمان؟ كيف تظن أنهم استقبلوا ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا شك أنهم أبغضوا أمير المؤمنين عليه السلام لطعنه في خليفتهم. وهذا بالضبط ما حصل، هذا ما حصل. راوي هذه الرواية نفسه قيس بن أبي حازم صرح بأنه أبغض أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع منه طعنه هذا في إمامه عثمان، وطعنه في قوم عثمان من بني أمية. ابن أبي الحديد يروي في شرح النهج عن قيس بن أبي حازم قوله: إني سمعت عليا يخطب على منبر الكوفة ويقول: انفروا إلى بقية الأحزاب، إلى آخر كلامه، فأبغضته ودخل بغضه في قلبي. لماذا تكلم علي هكذا على عثمان؟ لماذا تكلم هكذا على خليفة المظلوم؟ لماذا تكلم هكذا على إمامي، على الشخصية والرمز المقدس الذي أحترمه؟ ولماذا تكلم على قومه الذين يطلبون بثاراته بأنهم بقية الأحزاب وأئمة الكفر وأولياء الشيطان؟ ولماذا وصفه بأنه حمال الخطايا؟ منذ ذلك اليوم الذي سمعت عليا يخطب هكذا على منبر الكوفة أبغضته ودخل بغضه في قلبي. إذن مع علم أمير المؤمنين عليه السلام بأن القوم الذين كانوا تحت حكمه في الكوفة كقيس بن أبي حازم هذا وأضرابه، مع علمه بأن هؤلاء سيبغضونه ويكرهونه إذا ما تكلم على عثمان، إلا أنه آثر إلا ينطق بالحق، آثر إلا أن ينال من عثمان بما يستحق، حتى لا يضل الناس، حتى يبصروا بحقيقة عثمان الطاغية المنافق. لم يبالي أمير المؤمنين عليه السلام ونطق بالحق. أبعد هذا يصح لأحد أن يستحمق نفسه ويستحمق الناس قائلا: إن أئمتنا عليهم السلام ما كانوا يطعنون في خلفاء القوم ورموزهم المقدسة علنا؟ ويح هؤلاء، هذا التاريخ بين أيدينا، جاءنا عبر مصادرنا ومصادرهم، وفيه عشرات الشواهد
على أن أئمتنا صلوات الله عليهم كانوا ينالون علنا من أئمة الكفر والضلالة متى ما تسنى لهم ذلك. بل أكثر من هذا، إنهم عليهم السلام كما سأوضح لاحقا إن شاء الله تعالى، كانوا حتى في بعض ظروف التقية يتركونها ويصرحون بالحق لكي لا يضيع الحق. إن تركوا الأمة هكذا فإنها ستضيع ويضيع الحق. ويح هؤلاء، لما لا يراجعون المصادر؟ لما لا يقرأ التاريخ جيدا؟ ولما يعتمون على هذه الحقائق ولا ينقلونها لعامة الناس حتى تعرف أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا ينالون علنا من أئمة الكفر والضلالة بمن فيهم كبار الرموز المقدسة لدى بعض الطوائف كأبي بكر وعمر وعثمان، كانوا ينالون منهم في كل فرصة سانحة متى ما تسنى لهم ذلك كانوا يفعلونه، حتى في بعض ظروف التقية الخانقة كانوا يفعلونه، لأن الأمر كان يستوجب التضحية، وإلا لا يتميز حق عن باطل. ما زالت هنالك أمثلة أخرى كثيرة في هذا الشأن، نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة المقبلة من هذا المبحث، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بالله بمحمد التعليم بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.